تعرضت للسب وقصف من أحد الأشخاص وقمت بتسجيل المكالمة، هل يؤخذ بالتسجيل أمام القضاء كإثبات لواقعة السب والقصف؟ طبعاً لازم نوضح أن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق من صاحب التسجيل بيعتبر من الحرمة الخاصة التي تنتهك الحياة الخاصة للمواطنين، وطبعاً بتبقى لها عقوبة وهي الحبس طبقاً لنص المادة 109 مقرر من قانون العقوبات. ولكن محكمة النقض المصرية أجازت تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوي على سب وقصف من تليفون المجنى عليه، وده طبعاً دون الحاجة إلى حصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية، ودون أن يعد ذلك اعتداءً على الحياة الخاصة لأحد. لكن في نفس الوقت طبعاً محكمة النقض المصرية حذرت أنه إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة، في هذه الحالة بيعاقب الفاعل بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات. ممكن نقول أنه في 4 حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات بدون إذن من النيابة العامة، وهي 1 التسجيل لأحد الأشخاص بموافقته، 2 حالة التسجيل لأحد الأشخاص في مكان عام، 3 حالة التسجيل لأحد الأشخاص يقوم بشتمك أو تهديدك أو ابتزازك في التليفون، ورابع حالة والأخيرة إذا قمت بالتسجيل لشخص علشان تثبت براءتك في جناية أو جنحة.